ايه مو حسين طالني لك هو ذيك يحمر الشعار اتحرك كيف ولو اسنا مش اشكال بوم جوان جاوني شكفة غريب السنين ابن مش نمري تشرخي اكفا خيك تسقني اني غش اقورين شخص اخيك تشرخ اكيد يتبدل حمد تفنش غير قليل يتغيس مش انا وذيك قاعة وذقاع مالي ينجمني غريب ها؟ أي ثماء أي السماء أسا النوج وانت غان غير خارة تنجو ذا انتقى راسا عرقت الزي ومضي تشارنا غير خارة تنجي مزدا أما حنا بدا من خدمة نزل أسمي زين هنا وغسل بور وقتي غادي هذي كاري جن الزاو وني في خضام كنيو حوما بدا من خدمة نزل سيس 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 سيس
على حساب حسابي القاع هنجيو للضرب ويتحبس اللاجا اصقى انا والله ما تسمحي تسكن في حدا ندايس مرة مرة يا حوجة توفي وعد الزوجة تحجد بالي أنا غزاوي السنين ألو خوالو أمان والو لطيفة 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 هذا قفر أمور علي الحوجة أصمي دومي تبدو دو حقا أفغاني ها بد حرش هذا ودو زبقر يلا بدي مرة او خويا في نفوس الناس قال جاوبني ان ليش انا ستوان ما بين مليس ناري نقص ومن يعلم تدري بالله انا ودخانة ماذا سيدة نخصاني غنغل الزرزي مزيدة ها قشتك دا إذا رفوضة دي القيل عجل الزاك السلحة شكومي وكذا تسلحي دلا ودلا لا لا من يواجب على خير دودو حين قرب غاث موال ضالة وإذها أثاث لك سيدة تعفن ثندتي تلميذ مجتهد سيد وحي انا مفتش عيسى احسن سيد وحي نعم سيد وحي مرحبا بك عندنا يا سيد المفتش دار ويلهم يعزل نهار غدني والصغار يا ويلو زعما خبيت غيمير على بودي لك وش هذا سني سقفات جاويني محضر هو مقاميون سكاني ما نفخص دقي في الدليل أخوان وشم
مشنج شيك كغس بورا قالوا من تغريد الدرس يا عدود ها وضع قيرت انا قادر ارجع الدور اسمش الحمى عذر قشرة يدودو حفور هذا الشنومي قاد غوري غصغع ما اسمك يا بني؟ معناه جيد أنت تلميذ مجتهد دودوح السي دودوح إيوا لا تقل شيئا فالتلاميذ قالوا كل شيء يبدو أن معلمكم عملي نشيط وديداكتيكي لا نعم يا معلم ولكن أنا ماشي أعرف أعرف تبارك الله عليك سيد ودوح معلم ممتاز سيد المفتش سيد ودوح السيد ودوح إنك معلم ناجح واهي التكتيك واهي التكتيك